قصة هداف دي يا كابتن؟ لا، قصة حداف دي كان من المفترض، كان في لقاء بين يعني أحد القنوات الرياضية، وكان في شيتوس أو جمال حمزة تقريبا، فكنا بنفضل ندردش إن مباراة الأرجنتين ومصر اللي خلصت بنتيجة كبيرة جدا 7-1. 7-1، منك لله، فهتسلم الراجل كده على الهواء. منك لله، منك لله، تسلم الراجل على الهواء كده. خلصت على جيب. عفوا. فاليماني كان في الوقت ده كان تقريبا بدأ يهدف والكلام ده، يعني من باب الدعابه، لا قال لك لا ده صبحي جايب دخل فيه اهداف كتير عنك عن اليماني يعني، فقعدنا نهرج. ايوه بس انت، لا لا انت جون كبيره صبح، انا كنت عارف احنا بنهرج وانت ياما شلتنا يعني. اي نعم بيخش فيك السهله بس بتشيل الصعبه ساعات يعني. لا لا لا، ما فيش الكلام ده طبعا. ايه اللي مفيش ده من كيلو انا اتنين بس بتخش. انا بقول طبعا من افضل الاجيال طبعا، او احنا امتداد لاجيال كتيره جدا جت في منتخب مصر، او جت عموما في الكره المصريه، واللعيبه مميزه جدا يعني، امثال محمد الكابتن محمد اليماني او اليماني عموما، ورضا شحاته وحسام بالظبط متعلي والمجموعه كلها، وشيت شوقي مسلم، وطبعا زمايلي الحراس المرمى كان في الوقت الحالي وائل زينجا طبعا حارس مرمى نادي الزمالك، وشريف اكرامي، فكل دي لعيبه مميزه جدا ولعيبه طب اخلاص اتبنت. طب